انتقاء من تسمع منه، بتضيع عمرك. واحد متنقل كل شويه، فين عندي درس في 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 محطه مصر، عندي درس فين في شارع ازيز، عندي درس في ارض النار، فين عندي درس، فاهم؟ وهو رايح اصلا الدروس كلها، ما الذي يعطي، ما الذي يعطي، ما الذي يعطي؟ تعلم على من، كم مكث سيطلب العلم، اتقن ماذا، ما هي دلالات اتقانه في العلم، كل هذا، كل ما تقوله ذلك بقى ايش، هو لا يفهم شيء، هو لا يفهم، هو بس سمع ان في درس، انا راح درس. هذه ام المشاكل اللي احنا عايشين فيها. ولذلك ما ترى، ما ترى طالبا للعلم صافيا مخلط، يعني عكس حتى اكثر الناس اللي الواحد بيعتز بيهم ويقول ان هو طبعا ترى مخلطا. ليه بقى مخلط؟ من اجل هذا. يعني في اخ لما درس وعلم الاتقان قال الى مماتي ولو بلغت ما بلغت، وبقي مستمر. في كثير من اخواننا من 15 سنه جالسين معانا، يعني تركوا المجلس بس 3-4 سنين، وهذا رجع عليهم بالنقصان ايضا. ليش ترك المجلس؟ انه خلاص صار شيخا. هذه مشكله. واحوج الناس للاستمرار الشيخ، لما وجدوه في الصف الاول وهو فقيههم وسمع بابن عينه جاء عقد المجلس، فاول ما دخلوا قالوا انت شيخنا، انت شيخنا، يا شيخنا ما اتى بك؟ قال انا احوج الناس الى العلم منكم، احوج الناس الى العلم العالم. لذلك كل ما تردوا يعني وضع الكراس ولبس البشت انتهى الموضوع، خلص المساله. ها ما جد في الطلب،